اليوم؟ ماذا كانت القصة الماضية؟ نعم، كانت قصة اللقاء الجميل بين البنت وسائق الحافلة. أتذكر أن السائق ذو قلب طيب. أتطلع إلى معرفة الشخص اللطيف الذي سنقابله اليوم. هل نستمع إلى القصة مباشرة؟ واو، نحن داخل السفينة، صحيح؟ نعم، سنذهب إلى تلك الجزيرة التي نراها. ما رأيك أن نتكلم مع قبطان السفينة؟ نعم، فكرة جيدة. مرحبا بك أيها القبطان. واو، لأول مرة أرى قيادة السفينة. أهلا وسهلا أيتها الطفلة الصغيرة. هل أنت مندهشة؟ نعم، أنا مندهشة. هل يتطلب عمل القبطان مهارة في قيادة السفن فقط؟ لا، ليس ممكنا فقط بالمهارة. إذا حصل أي حادث نتيجة عن أخطائي فستكون مشكلة كبيرة. أهم شيء هو أن نعتبر أن حياة الركاب غالية في أي حال. صحيح، إذا غرقت السفينة، إنه فظيع. صحيح، إنه حادث فظيع، لذلك فحوصات السلامة بشكل دقيق مهمة للوقاية من الحوادث. هيا نرسم القبطان والبنت. أولا سأرسم قبعة. Thank you.
وبعد ذلك لا نرسم السفينة، بل نرسم البحر والأرض هنا. وأرسم الصخرة أيضاً هكذا. والآن يا أعزائي لونوا بحرية. أيها المدرسون، ساعدوا الأطفال جيداً وأنتم بجانبهم ليلونوا بحرية. هكذا نرسمه لابسا القفازات.
الظل يخرج من فجوة بين الصخور، لذلك ألونها بشكل أغمق هكذا. ليس من الواجب أن تفعلوا هكذا بالضبط. أصدقائي، هل رسمتم جيداً؟ ليس كل شخص يقود السفن جيداً يكون قبطان. يجب أن نعتبر حياة كل راكب غالية. يا ترى يا أصدقائي، إذا قمتم بقيادة السفينة، فبما ستشعرون؟ ارسموا القبطان والسفينة والبحر الرائع، حتى الأمواج بشكل رائع، وأنتم تتخيلون أنكم تقودون السفينة وتسبحون في البحر. أتوقع أن رسوماتكم ستكون جميلة جداً. إذن تطلعوا إلى المحاضرة القادمة يا أعزائي. إلى اللقاء.